رحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن توابع قرار تحريك سعر البنزين والسولار مستمرة، خاصة أن السائقين رفعوا تعريفة ركوب بدرجة غير مقبولة. في منهم اللي زود الأجرة حوالي نص جنيه، ومنهم زود حوالي جنيه، في البعض في بعض المناطق زود زيادة 100%. لواء عمرو جمجوم المدير التنفيذي لمشروع السيرفيس بالقاهرة والجيزة أكد حالة أي سائق بمخالفة قرار محافظة القاهرة، وده بخصوص تعريفة ركوب لإدارة المرور اللي بتحيله بدورها للنيابة المرور لتوقيع الغرامة عليه، واللي بتتراوح الغرامة دي من 300 ل 1500 جنيه، وده لمخالفته نص المادة 70 من قانون المرور رقم 121 ده لسنة 2008، ولتقاضي أجر أكبر من المقرر. طبعا أشار المدير التنفيذي لمشروع استرفيس إلى أن التواجد الدائم في المواقف لتوعية المواطنين والسائقين. طيب خلينا نعرف تفاصيل أكثر، بينضم لنا سيادة اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذي لمشروع استرفيس بالقاهرة. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك. صباح الخير واهلا بيك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني موضوع يعني ارتفاع الاسعار الوقود ومن ثم ارتفاع اسعار الاجره وتعريفه الاجره، ده موضوع ازمه والشغل الشاغل عند ناس كتير من المواطنين. المفروض ان احنا هنتحكم في الموضوع ده ازاي يا فندم؟ بص حضرتك، احنا من زياده اسعار الوقود يوم 29/6 واحنا حسبنا الزيادات الموجوده على الخطوط الرحلات اللي هي الداخليه القصيره لغايه والمتوسطه لغايه 15 كيلو، دي زادت 25 قرش. يعني اللي راكب اللي كان بيدفع 2 جنيه يدفع 2 جنيه وربع. الرحلات الطويله اللي هي اكثر من 15 كيلو زادت 50 قرش. ودي محسوبة بدقة على حسب سعر زيادة الأسعار الوقود. طيب اتفضل يا فندم. احنا لإزالة أي لبس بين السائقين والمواطنين جميع المواقف فيها لوحات إرشادية بكل الخطوط التي تعمل على هذا الموقف، وموضوع في هذه اللوحة التعريفة لكل خط. طيب من يتابع ويراقب هذه الزيادات او هذه التعريفه الجديده دي، يعني زياده ال 25 قرش وال 50 قرش حضرتك تقول عليها، مين اللي بيتابعها يا فندم؟ كويس جدا، سؤال وجيه الحقيقه. احنا عندنا في جميع المواقف ساده ضباط تبع مشروع السيرفيس متواجدين، وايضا مشرفي المواقف، وهم بيشرفوا على ركوب المواطنين السيارات بالتعريفة المقررة. بالإضافة إلى أنهم بيتلقوا بلاغات المواطنين والشكاوي عن أي تعريفة أو أجرة زيادة. ده بالإضافة إلى أن احنا وضعين لوحات إرشادية بأي مواطن تعرض لزيادة في الأجرة يتصل بالخط الساخن 136 غرفة عمليات مرور القاهرة، وبيتم تلقي البلاغ منه واتخاذ الإجراءات القانونية. طيب يعني اوكي، برضو أقول لحضرتك عدد الحالات اللي تم ضبطها حتى الآن 92 حالة لتقاضي أجر أكثر من المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها. طيب دلوقتي المواطن اللي هيكون موجود في أي من موقف من الأماكن دي ومش هيكون المكان ده متواجد فيه أي حد من الضباط، المواطن ده المفروض إن هو يعمل إيه ويلاقي مثلا إن الأجرة مبالغ فيها؟ السادة الضباط زي ما بقول لحضرتك متواجدين ومشرفين المواقف متواجدين، يتقدم بشكوته لهم أو يتصل بالخط الساخن 136. طيب أنا عايز أتكلم عليك في جزئية، إنه النهارده مثلا أنا على المستوى الشخصي في أحد الزملاء هنا في معانا في البرنامج، أحد زميلتنا طبعا في الإخراج موجودة معانا، جت الصبح واتكلمت معايا لما عرفت إن احنا هنفتح هذا الملف النهارده في الحلقة، قالت لي أنا متعودة أدفع أجرة من شبرا لأكتوبر 5 جنيه. النهارده السائقين بدأوا يقطعوا المسافة، يعني يحاولوا ان هم ياخدوا أجرة مضاعفة، ده أولا. ثانيا في النهاية بدل ما كانت تدفع 5 جنيه دفعت 7 جنيه.
فالموضوع بقى فيه زيادة كتيرة شوية. يعني دي حاجة ملموسة، وأنا على المستوى الشخصي يعني عن ثقة، لأن أنا ملموسة وأنا أحد زميلاتنا هنا. ايوه، ما هو انا المفروض بقول لحضرتك ان الاخت اللي هي زميله معاكي في البرنامج تتقدم بشكوى في الموقف الموجود، او تتصل ب 136 على الخط الساخن وتقول انها استقلت السياره دي برقم السياره، وانها اتعرضت الى تجزئه خط السير او تقاضي اجر اكثر من المقاومه. ما هو المواطن لو ما بلغش وتنازل عن حقه فيبقى كده الرقابه ضعيفه. المفروض ان انا من خلال برنامج حضرتك بقول ان المواطن ما يتنازلش عن حقه. بقول لحضرتك احنا بنعمل حملات، احنا كاداره مشروع السرفيس عامله حملات على زياده الاجره لوحدها. في ناس ما تم ضبط 92 حاله. في ناس يا فندم بتقول ان السائقين بيتطاولوا عليهم وبيقولوا لهم اللي مش عاجبه ينزل، ففي ناس بتخاف من ده. وبعدين انا زمايلي قالوا لي ان في حد قال لي يا جماعه اساتذه بعد اذنكم قلتوا لي اجره ايه زادت، الاجره من الهرم لاكتوبر زادت جنيه وجنيه ونص بمعدل 40% زياده. العيا مكتوبه دي تبع الجيزه مش تبع القاهره. برضه زي ما بقول لحضرتك كده، لا احنا بنتكلم بشكل عام يا فندم، انا مش بتكلم في تخطيط. انا مسؤول عن خطوط القاهره. انا مسؤول عن خطوط القاهره. العوام الجيزه دي تبع الجيزه. فانا بقول لحضرتك في القاهره احنا في حملات من مشروع السرفيس على الخطوط اللي بتجود، ظبطنا 92 حاله، بنتلقى البلاغات في خط تليفون ساخن 136 لتلقي البلاغات. ومفروض ان المواطن لما يتعرض لموقف زي ده ما يتنازلش عن حقه ويبلغ. تمام، بس ما اعتقدش ان كل المواطنين هيعملوا كده. فبالتالي احنا بنناشد حضراتكم ان انتوا الدور الرقابي تنضبط اليات السوق في تعريفه النقل. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده الرؤى عمرو جمجوم.